شو حكاية هذا الفيلم؟ ولماذا الطوفان يعني الآن؟ يعني من فترة أنت أنجزت هذا الفيلم، تناولت فيه مسألة كتير دقيقة. طوفان هو طوفان محلي سوري. أنا صورت سنة 70 فيلم قصير عن سد الفرات. أتيح إلي أني اكتشف وجود سد الفرات وإلى آخره، فكان قررت مباشرة أني أعمل شهادة، وهي عبارة إنشودة عن سد الفرات، عن تشييد هذا السد، ولو كان حزب البعث هو اللي عامله، اللي أنا ما بتفق معه نهائيا، لا بأفكاره ولا بإيديولوجيته ولا بما صنعوا في سوريا. فبعد ما رجعت إلى سوريا بعد غياب تقريبا 20 سنة، قررت أعمل فيلم عن سوريا. فعلا كنت يعني مرعوب كيف اليوم بقدر اعكس بفيلم ساعة ما جرى في سوريا خلال 25 سنة، يعني من 77 ل 2000. ولذلك وأنا في مرحلة الاستطلاع انهار سد بسوريا اسمه سد زيزون، تزامنت مع اكتشاف تقرير قدمه أكاديمي سوري خبير بالسدود للوزارات المختصة، عم بيحذر فيها عن احتمال انهيارات أخرى طوفان، احتمال انهيار كل السدود اللي شيدت بفترة البعث 36 سد. هذه ربما يعني كلها إلى دلالات مجازية يعني، وبالتالي من هذه الدلالة المجازية قررت أنه أصنع هذا الفيلم. نعم، توجد مادة تربية عسكرية، ولكل صف من هؤلاء الصفوف حصتان تربية عسكرية في الأسبوع. الهدف من توحيد الناس هناك إزالة الفوارق بين التلاميذ، يعني ما بدنا طالب مثلا يكون هذا الطالب لابس لباس جيد من عائلة ثرية، وهذا طالب لابس لباس متواضع بما نسميه من عائلة فقيرة. والغاية كذلك النظام، مثل الجيش أبدا، بالضبط نظام، ضمن نظام، داخلين مدارسنا ضمن نظام، وهذا النظام استوحاه الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد أثناء زيارته لكوريا الديمقراطية. طيب نحن حكينا شوية عن التجربة، بس ما حكينا ليش أنت اخترت تكون سينمائي، وتحديدا سينمائي ما تعطى مع الدراما بصناعة الدراما، تعطى مع السينما من ناحية التوثيق، يعني مع الدوكيومنتري والتسجيل لحوادث وشخصيات أنت تراها يعني بعينك، يعني ليش نكون سينمائي ووثائقي؟ برجع لموضوع اللي هو منطلق يعني علاقتي بالحياة وبالواقع وبالتالي بالحقيقة، اللي هو الالتباس، يلي هو مشروعي اني خلخل عند الناس بعض اليقين، هذا اليقين الأعمى، وبالتالي وأفضل وسيلة لتخلخل هذه القناعات أنك تنطلق من الواقع. طيب أنت شو الدفع عندك؟ أردت يعني تريد أن تزعزع هذا اليقين عند الناس يعني، أو تطرق الأبواب الموصلة، أو يعني تتجرأ حيث ربما الآخر يفكر قبل أن يذهب إلى في المشاكسة؟ وهذه رسالتك كمثقف، رغبة في المشاكسة فقط؟ رغبة في المشاكسة اللي إلى هدف، يعني هي ليست مشاكسة مجانية، من أجل المشاكسة طبعا، من أجل المشاكسة. طيب وهي المشاكسة يعني خليتك تدفع ثمن شي يوم، أو دفعت ثمنها شي يوم؟ لا أبدا. بدفع ثمنها الحقيقي لما بفشل بالمشاكسة، لما بفشل بمسك يعني
حقيقة ما، وخاصة لما بفشل فنيا. أنا برأيي هي ذروة العقاب. العقاب فعلا. بيقول لك في عقاب إلهي، أنا بقول في علاقة عقاب فني. تعاقب نفسك وبيعاقبك الجمهور كمان. طيب عمر، يعني طبعا أنت بتتعامل مع الأمكنة والناس بكل شغلك. شو هو المكان يعني اللي بتحسه فعلا هو حميم بالنسبة لك، قريب منك، يعني بتحب تقعد فيه تلجأ له؟ العزلة. غريب، مع أنه أنت يعني كثير إنسان تتعاطى مع الواقع بفجاجته حينا، بظلمه حينا، بمآسي حينا، يعني ما بتختار الموضوعات هيك اللي بتعمل متعة هيك وفقط متعة يعني فرح، يعني اختيارك للموضوعات اللي ربما في فرح فني وابداعي بس مؤلمة. مؤلمة صح. يعني هيدي العزلة بتقديرك بتخليك تشوف أكثر الواقع. المسافة هي المسافة. يعني لما قلت العزلة بعني المسافة. نعم. المسافة اللي هي مسافة مو لإنقاذ الروح أو الذات، هي بالأحرى مسافة للابتعاد عن الألم، عن هذا الانشغاف بهموم الناس ومشاكلها وعذاباتها ومظالمها. نعم. فهي استراحة محارب الصراحة. نعم. في النهاية يجب أن أعترف أني لولا السينما لما كنت خط في وحل واقعنا، ولما كنت عرفت الإنسان وأحببته، ولما كنت اكتشفت تلك الحقيقة البديهية من أنني جزء من الحياة وليس العكس، ولما كنت روضت طبعي العدمي ونزقي قبل أن أعرف إلى السينما سبيلا، ولما كانت انكسرت عندي مرآتي وأنانيتها. وأخيرا لولا السينما لما كنت تركت نفسي كل هذه السنين أنخدع بوهمها وبعجزها عن أن تغير شيئا فينا وفي الحياة من حولنا.